السلام عليكم. يعني اتفضل شيخ. اتفضل. لو سمحت كنت عايز اسال على لو ينفع اخر العشاء قبل الفجر يجوز؟ نعم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى. اما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي وقت العشاء الى منتصف الليل فهذا وقت الفضيله والله اعلم. الله خير.